شفت للطريق مكة يعني أول مرة أشوف هنا، الحمد لله يعني، ونظام مرة حلو عشان الناس ما يتأخر هنا على طول دخول، وأروح جدة مطار وما يتأخر هناك برضو، وأروح مكة إن شاء الله. في جدة يعني ناس أول كان انتظار هنا 4 ساعات 5 ساعات يعني عشان الجوازات، الحمد لله هذا نظام جديد الحمد لله، دحين ناس مرتاحة راحة على طول في الفندق. أنا جاء لحج يعني 2 مرة، عام 95 عام 98 أنا سويت الحاج، بس هذا مرة أنا شفته للحكومة أخذته للنظام يعني سويته كده واحد برنامج الحمد لله يعني كل شيء غير.